شيعت اليوم جنازة الراحل محمود العربي رجل الصناعة المصري الشهير ورئيس مجلس إدارة شركة توشيبا العربي عقب صلاة الجمعة في مسقط رأس قرية أبو رأبة في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وحضر الجنازة عدد كبير من المشيعين ومحبي الراحل، اللي إلى جانب تميزه في مجال الصناعة الوطنية إلا أنه كان محب لعمل الخير وترك في كل مكان في قريته مشروع وبصمة خيرة وحالة من الحزن بين المودعين. الحاج محمود كان بيتاجر مع ربنا، بالاقتصاد بتاعه عبارة عن لما كانت الدنيا الاقتصاد يقف كان بيطلع زكاة، كان بينزل نص شهر لو الاقتصاد وقف. إن شاء الله في الجنة، إن شاء الله هو عمل حاجات كتير جدا يعني، وكل كرة أشمون بل مصر كلها حزين على هذا الرجل العظيم. والدنا كلنا، والد أهل البلد كلها، الحاج محمود العرب. يعني من ساعة ما طلعنا على الدنيا والحاج محمود بيعمل خير لأهل القرية وبيعمل كل حاجة حلوة لأهل القرية. طلعنا حفظنا القرآن عنده في كتاباته، طلعنا لينا تراب، طلعنا لينا مستشفيات، طلعنا لينا كل حاجة بالنسبة للعربي. خيره على البلد كلها، ربنا يرحمه. خير إلى أبعد الحدود، وربنا يجعل أعماله الخيرة في ميزان حسناته. فتح بيوت ناس كتير جدا في البلد، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناته. احنا من يوم ما اتخلقنا في الدنيا دي واحنا مشكلة، يعني في مشكلة، ولكن اللي يصبر ويكافح ويتقي الله ويقضي اللي مطلوب منه ربنا هيسهله الأمور. فإذا كان فيه بعض الأزمات ما تنزعجوش. ولد الراحل محمود العربي عام 1932 في أسرة ريفية فقيرة، وتوفي والده وهو في سن صغير، ما دفعه لترك التعليم والعمل في سن مبكرة مقابل مبالغ مالية زهيدة، ثم انتقل للعمل في مجال الأدوات المكتبية ومنه إلى مجال تجارة الجملة اللي استمر بالعمل فيه قرابة 15 عام، وبعدها غير مجال عمله مرة أخرى ليتجه للعمل في منطقة الموسك في القاهرة في محل تجاري أسسه مع شريك لي بمبلغ 4000 جنيه مصري ومقابل 50% حصة للشريك، وانتقل بعدها لمجال العمل الأسري مع إخوته بافتتاح شركة للأدوات المكتبية ومنها لتجارة الأدوات الكهربائية. وسنة 1975 بعد عام من التعامل مع تجار يابانيين اتجه في زيارة لليابان شكلت نقلة محورية في حياته العملية، بعدما فتحت له المجال لاستيراد الأجهزة الكهربائية ثم تصنيعها محليا. أسس العربي أول مصانعه في محافظة المنوفية، ثم اشترى 3 أفدنة في مدينة بنها لبناء مصنع أكبر عليها، وكان يأمل العرب أنه يعمل معاه كل عام 1000 موظف جديد. فقال في لقاء تلفزيوني سابق لي أنه بدأ العمل معاه شخص واحد وتمنى وقتها أنه يكون معاه 10 أشخاص. وفي عام 2000 كان وصل عدد العاملين 2000 عامل، وهو لم يكن يعتبر أن الموظفين بيعملوا عنده، إنما كان يرى أن الموظف يعمل معاه. يسلم صاحب الجلالة إمبراطور اليابان لميسوري السيد محمود العربي وسام الشمس المشرقة الأشياء الذهبية مع شريط الدونق، ودع خاتم الإمبراطوريين في القصر الإمبراطوري. قدم العربي حقوق الدولة على نفسه، وكان يرى أن أموال الحكومة والضرائب والجمارك هي بالأساس أموال الناس، وكان يرى أنه موضع الأموال لا يجب أن يكون القلب، لأنه في رأيه إذا دخلت المادة القلب أصبح الإنسان عبدا للمال والمال هو اللي يسيره. وأرجو أنك تبلغ تحياتي واحترامي وتقديري الشديد للحاج محمود، سلم لي عليه وربنا يديله الصحة ويوفقكم إن شاء الله. وبعد سنوات من الكفاح والنجاح والتأسيس لإمبراطورية في الصناعة الوطنية في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والكهربائية، رحل محمود العربي ليودعوا الآلاف من المشيعين بحب وإخلاص وتقدير لرحلته اللي نفع بها أهل قريته ومركز أشمون والكثيرين في أماكن مختلفة في مصر. محمد الرئيس، الحكاية، NBC مصر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي، فإلا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين.